معايا واحد من ابطال منتخبنا الوطني لكره اليد الفائز بكاس الامم الافريقيه للمره الثالثه على التوالي، الكابتن الكبير كابتن هاني الفخراني المدرب العام لمنتخبنا الوطني. يا كابتن هاني الف مليون مبروك، دايما مشرفينا ودايما رافعين راسنا. حبيبي يا استاذ كريم، حبيبي الله يبارك فيك ومتشكر على المقدمه الجميله دي لينا، واحنا دايما متعودين منكم على الدعم الدائم. الاول ببارك للشعب المصري كله، وبارك سيادة رئيس الجمهورية على الدعم الدائم، وطبعا كانت تحت رعايته، فكانت حاجة، كانت دافع كبير لينا، وكان نفسنا فعلا ان احنا على ارضنا نفرح جمهورنا، وكالعادة ان احنا نبقى ابطال البطولة ونحافظ على اللقب بتاعنا المرة الثالثة على التوالي، كان أول مرة في التاريخ تحصل، وده كان حافز كبير بالنسبة لنا، وإن شاء الله مش هيتبقى الأخير يعني. إن شاء الله. أول سؤال هسأله لك، انا اتفرجت على مباريات منتخب مصر كلها في البطوله دي، كل مباراه بحسها سهله. يعني ايه بحسها سهله؟ ان انتوا بتدوا مجهود كامل فيها، ما بتقولوش ايه والله احنا كده هنكسب، احنا منتخب مصر كره اليد فاحنا هننزل نكسب في اي وقت. لا، كل مباراه بتشتغلوها اكنها اصعب مباراه، فتخلونا احنا كمشاهدين وكجماهير نحسها مباراه سهله، وانا متاكد انها عليكم ما بتبقاش مباراه سهله، انتوا بتعملوا فيها مجهود كبير جدا. ازاي ما فيش في اي لحظه بصراحه، ودي حاجه برضو لازم نحط تحتها مليون خط، ما فيش اي لحظه تحسوا فيها اللي هو ايه يا عم انا كده كده جامد، انا كده كده هكسب في اي وقت؟ ده ما بشوفهاش ابدا في منتخب كره اليد وفي البطوله دي تحديدا. والله هو يعني دي يمكن هي دي بقت، احنا شغالين على الموضوع ده بقالنا فتره، يمكن هي دي بقت تظهر شويه الفتره اللي فاتت على المنتخب، يمكن ظهرت حتى في المباراه الوديه في الجولدن ليج وفي المباراتين بتوع المانيا. هي دي شخصيه الفريق، الفريق اللي عايز يبقى بطل لازم يبقى عنده شخصيه، لازم يبقى عنده كل يوم بينزل بيبقى بنفس الشكل، نفس الجديه، بنفس الاداء، بغض النظر عن المنافس. احنا بننزل بيبقى عندنا ادوار، كل لعيب بيبقى عنده دور بيعمله في الملعب، في الشغل معين بيطلب مننا. حتى يمكن في مباراه كنا كسبانين فيها كتير، وكان الباستور بياخد تايم اوت في اوقات مش يعني خلاص الماتش بيخلص، بس عشان في حاجات ما اتنفذتش، فكان بيبقى متعصب جدا ان حاجه زي كده ازاي، وكان دايما بيتكلم هي دي فريق بطل، فريق بطل ما بيغلطش الغلطات ديت. فالكلام ده هو ده اللي احنا شغالين عليه، يعني ان شاء الله عشان باذن الله نوصل للهدف الاسمى بالنسبه لنا، اللي هو باذن الله ان احنا نوصل لحاجه عالميه بقى، يعني ميداليه عالميه، بطوله عالميه ان شاء الله باذن الله. ما هو ده السؤال الجاي ليك، اكيد انا متاكد ان انتوا تخلصوا البطوله النهارده وانتوا قاعدين في ارض الملعب بتحتفلوا بتتكلموا على ميداليه اولمبيه. والله بص، هو الموضوع ده حلم بالنسبه لنا كلنا، يمكن الناس كله قائمين على اللعبه في مصر، سواء من الاتحاد من الوزاره، يمكن كمان طبعا بشكر سياده الوزير طبعا على طول كان معانا، وكان لسه معانا امبارح، كان بيتكلم معانا وبيوصل لنا الدعم من القياده السياسيه، وحاجه يعني الصراحه على طول كان معانا. احنا طول الوقت الكلام بينا وبين بعض ان احنا دي خطوه مهمه جدا للهدف اللي احنا عايزين نوصل له. الكلام ده محتاج شغل كتير جدا الفتره اللي جايه، والناس كلها متحمسه وبنحلم باليوم ده، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي احنا شغالين بقى نبدا نحط البروجرام بتاع المنتخب لحد الاولمبياد باذن الله، ونوعد بيه الناس ان احنا ان شاء الله رايحين الاولمبياد مش موضوع مشاركه، لا احنا رايحين الناس باذن الله زي ما انت كنت بتتكلم من شويه. صح، ده الكلام اللي بيتقال في كل حته، يمكن حتى يمكن الدكتور من ساعه ما جه حطينا طبعا البرنامج فيه اهداف قريبه واهداف في الهدف الاكبر طبعا لحد الاولمبياد. عاملين ان شاء الله يعني بروجرام كويس. الفتره اللي فاتت كانت فتره مهمه، هي كانت صعبه جدا علينا عشان الناس برضه يمكن في حاجات مش عارفينها، كان عندنا اصابات كتير، لعيبه مهمه جدا، في لعيبه كانت بتلعب وهي مش جاهزه 100%. لا في ثواني يا كابتن هاني معلش، عشان دول بصراحه دول تحديدا بحب بقى ياخدوا حقهم، مين اللعيبه اللي ما كانتش جاهزه وتحملت على نفسها ولعبت عشان منتخب مصر ياخد كاس؟ البطوله خلصت خلاص، فنقدر دلوقتي نقول والله البطل ده، هم كلهم ابطال مبدئيا يعني، بس تحديدا اللي اتحملوا على نفسهم دول لازم بصراحه الناس تشكرهم يعني. لا طبعا يعني في علي زين كان عنده اصابه يعني من شهر 5 اللي فات تقريبا، ورجع وجاله اصابه ثانيه، وجالنا فتره الاعداد بتاعه اللي هي قبل البطوله على طول، قعد فتره كبيره كان بيتمرن في تمارين ما بيتمرنهاش كتير، التمارين كلها كانت علاجيه تقريبا. في ايام في وسط البطوله نفس الكلام، ما كانش في ايام بيرتاح، لو تاخدوا بالكم في ماتش ما لعبوش خالص، بس لازم بناء على تعليمات دكتور محمد شوقي انه لازم يرتاح عشان يقدر يكمل للاخر ما يحصلوش حاجه. وهو يعني كان الموضوع ده كان احنا كنا خايفين جدا يحصل له حاجه. في يحيى خالد، يحيى خالد لسه راجع من اصابه كبيره، كان فيها اوقات بيتمرن تمارين واحده في اليوم عشان يقدر يكمل معانا.
فكان برضو ما حدش كان يعني شايف حاجه غير البطوله، وان نبقى متواجدين ونخلص باذن الله على ارضنا نصح البطوله عشان والتاهل للاولمبياد. هو ده كان الهدف الاسمى بالنسبه لنا يعني. وحسن قداح كمان، حسن قداح يعني كان الموضوع قرار ان هو يبقى موجود ده كان حاجه صعبه جدا، وسواء منه عليه هو او من الدكتور محمد شوقي ان هو يتحمل المسؤوليه. وطبعا النادي طبعا مستر باستور كلم المدرب بتاعه في اسبانيا دوتش بايف طبعا، وتواصل معاه الحل ان هو ان شاء الله يكون موجود معانا واحنا نحافظ عليه طبعا، ان هو احنا شايفين ان هو يوصل سنين النادي بتاعه اكتر من منهم صحيح عشان نحافظ عليه. فكان طبعا يحيى الدرع كان عنده اصابه برضه، وكان جاي مصاب وقعد فتره عقبال ما اتاهل ودخل معانا، فالكلام ده اثر بشكل كبير طبعا على الجاهزيه الفنيه والبدنيه بتاعتهم، خصوصا ان احنا كجهاز جديد في المنتخب احنا الوقت الفعلي اللي اتمرنا فيه مع بعض ما كانش كبير، بس كانت بتبقى يعني اوقات قليله. وان شاء الله الفتره الجايه دي باذن الله هيبقى في برنامج بقى مكثف وقبل الاولمبياد باذن الله، وان شاء الله الفريق يكون مكتمل، دودو كمان يكون رجع ان شاء الله بالاصابه بتاعته والفريق يكون مكتمل ان شاء الله باذن الله. نوعد الناس ان احنا نكون في الاولمبياد بشكل بمناسبه الناس يا كابتن هاني، شكل المدرجات النهارده كانت حاجه تفرح قوي والجمهور مالي المدرجات. لا الصراحه النهارده او في ماتش السيمي فاينال مع تونس الموضوع ده مش عايز اقول لك فرق معانا ازاي. احنا كنا متضايقين جدا في بدايه البطوله، بعد كده بدات الجماهير تيجي شويه فاجئونا الصراحه في السيمي فاينال والفاينال. الجمهور كان يعني ليه عامل كبير جدا وفي اوقات معينه في الماتش وجودهم كان داعم كبير لينا، بشكرهم وده مش جديد عليهم الصراحه يعني، اي وقت بنحتاجهم بيكونوا متواجدين وبيكونوا داعم كبير لينا يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن هاني الفخراني المدرب العام حبيبي لمنتخبنا الوطني لكره اليد، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك وبهني كل لاعبي وابطال منتخبنا الوطني لكره اليد. شكرا شكرا. مع السلامه.